لقد جاءنا خبر من جواسيسنا، وحدة الدعم قادمة إلينا. أرطغرل على فراش الموت وأبناؤه يتصارعون. الأخبار التي سيسمعها عندما يستيقظ ستقتله. سوف تثأر لأبيك من الأتراك قريبا. عندما تعرف بمهمتك الجديدة ستقول من الجيد أنني لم أموت، كما كانت حرب القيصر في أفريكوم ستكون حربك مع الأتراك. سوف أستمتع بقتلهم. ظنوا أننا سوف نهاجمهم وأخذوا حذرهم، لكن عثمان رأى ما يمكنني فعله. نحن والوحدة التي سنستقبلها في القلعة سنلدغهم في لحظة لا يتوقعونها. حاول أن تهدأ قليلا، ربما ينهض غدا وكأن شيئا لم يكن. ها؟ ألا يمكن هذا؟ إنه يرقد بلا حراك، لم أرى أبي هكذا من قبل. يتقيأ الدم فقط. عثمان، ما رأيك بفعلة أخي؟ قال سيعتقلني. أنت لا تنصت للكلام أبدا، تفعل ما تريده فقط، ولهذا نقع في المشاكل. أنت عصبي، وعندما تغضب يصعب تحملك. أنت عصبي جدا و... لا، هل جعلتك تسأمين؟ أنت تقع في المصائب دائما. أخبريني، هل هناك شيء آخر؟ أجل يا عثمان، يتم جري خلف تلك المصائب. أظلمتك لهذه الدرجة؟ لا، إن لم تسحبني المصائب التي تأتي منك فهذا هو الظلم. سأحزن كثيرا إن لم تسحبني معك. بالا، إن أخي سافجي تأثر بتحريضي لك. إنه يحرض أخي وعمي ضدي. تكلم مع أخيك حول هذا. لا، إن الجشع أعماه وأصمه، لن يتأثر بكلامي. إن قلت لنذهب معا إلى القلعة أسيستمع؟ سيقول لننتظر قليلا. لكن هذين الكافرين، نيكولا وفلاتيوس، هل سينتظران؟ لن ينتظرا، وأنا أيضا لن أنتظر. سأقتلهما كليهما. سأدخل القلعة وأقطع رأسيهما. كيف ستدخل القلعة وحدك؟ سأتدبر أمري. كيف ستفعل هذا بين كل أولئك الجنود؟ لا تفعل ذلك، لا تقوم بعمل جنوني. بلى، هذا ليس وقت التوقف. الوقت يسير ضدنا منذ سقوط القلعة. سيصبحون أقوى عندما تصلهم وحدة الدعم. ما الذي سنفعله عندها؟ سيدي، ذو الفقار جلب خبرا مهما. قل يا ذو الفقار. سيدي، لقد وصلت وحدات الدعم إلى القلعة. من هم وكم عددهم؟ لا أعرف عددهم، جميعهم فرسان من فرسان الكومان. أتراك الكومان؟
سيجعلون الأخ يكسر أخاه. يوجد خونة بينهم أيضا، من الواضح أنهم خدعوا بالذهب. لكن ماذا؟ هؤلاء الخونة خانوا سيدهم أيضا وقاموا بقتله، وابنة السيد أسيرة لديهم. رجال نيكولا يأخذونها إلى القلعة الآن. لما قتلوا سيدهم؟ لأنه لم يرغب بقتالنا. قبل الدخول إلى جحر الأفعى علينا إنقاذ الفتاة. نحن مستعدون.